حلقة أميغوس. أهلا فيكم كلياتكم بقناة ميرا. إذا أنت أول مرة بتشوفني وما بتعرف أنه إحنا بلشنا في هاي القناة سلسلة خاصة بالعودة للمدارس، بتلاقي هون بلاي ليست كاملة عن كل الفيديوز اللي صورناها في هاي السلسلة. بلشنا هاي السلسلة من شهر أغسطس وهلأ هذا آخر فيديو في هاي السلسلة. ليش خليت هذا الفيديو آخر فيديو؟ لأنه بالنسبة لي أهم فيديو. بكالوري هي الثانوية العامة أو سنة التوجيهي. كل دولة عربية عندها تسميتها. إحنا في المغرب الكبير بنقولها كلياتنا بكالوريا. وقبل ما نبلش في هذا الفيديو بطلب منكم كلياتكم انكم توقفوا هلا الفيديو وتروحوا تتابعوني على الانستغرام، هون بيطلع لكم اسم حسابي وكمان بخليكم اللينك تحت، لاني رح اسوي كيو ان اي خاص بالاسئله واجوبه عن الدراسه. بعد ما اعطيتكم اغلب المعلومات واكثر النصائح اللي ممكن تفيدكم في دراستكم، فحبيت انه نجاوب على اسئلتكم اللي ممكن في هاي السلسله ما غطيت ثغراتها، وهيك بتعمل فايده للجميع. يلا كلكم يا فروكز روحوا هناك وضيفوني، لاني رح نزل بوست خاص بالاسئله واجوبه بس بعد تنزيل هذا الفيديو بكم ساعه. وعلى فكره ما رح اخذ اي سؤال من يوتيوب، كل الاسئله اللي رح اخذها من الانستغرام وبس. يلا بسرعة روحوا هناك وخليكم تكونوا جزء من هالفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الأحمر عشان تدعموني وتكبر هاي العائلة، وفعلوا هون الجرس عشان دايما يوصلكم نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد. وكل عادة خلونا نوصل هذا الفيديو للألفين لايكس. بنقدر، بعرف انه بنقدر. تيم فروز باوا بيبي. هلا يلا نبلش بالفيديو. بكالوريا وشهرة بالباك، يعني بركة مستنقع كيف كارثة حلت علينا نحن الطلاب. هاليلويا. لقد وقعنا في الفخ. الباك عبارة عن جملة من العادات والموروثات تمشي لحالة وتقول لك هلو بيبي لقد وقعنا في الفخ. ونبلش بأول خرافة، الكثرة وقلة البركة. يس بيبي، بنفكر إذا سوينا أكبر عدد من الإكزرزاز يعني خلاص البكالوريا ضمناها في الجيب. نو بيبي نو بيبي نو بيبي نو بيبي. بحس إنه اللي يسوي زي هيك زي الببغاء. صحيح إنه تعليمنا حميري بس مو لهي الدرجة. شو فايدة إني أنا أحل تمرين واحد 10,000 مرة في عوض إنه أنا كان فيني أحل 10 أسئلة مختلفة احتمال كبير إنها تجيني في الامتحان. سو ألعبوا على الكواليتي مو الكوانتيتي، ولا تتأثروا أبدا بزملائكم في الفصل مو لأنهم هم شادين القطيع، يعني أنتوا لازم تكونوا زيهم. سويت 1000 إكزرسايز رح أنجح هالسنة. الناس السلبية. ليه ليه ليه؟ شو سوولكم؟ ما بيكفي الضغط اللي عندهم من الأستاذ ومن المعهد ومن المواد ومن كل شيء، تجوا أنتوا كمان؟ واي واي واي. بيجوا كل العالم بيقولك أنت شو تدرس، وكلهم بيعرفوا أنك أنت شو بتدرس، بس هيك لازم يفكروك أنك أنت شو بتدرس. لا بيعرف أنه هو بيدرس بكالوريا. على فكرة يجيك البقال من هناك بيقولك بكالوريا السنة ها، لازم نفرح فيك. بتجي جارتكم البيت جنب البيت واللي بتعرف كل تفاصيل حياتكم شو بتقولك؟ سمعت انك بكالوريا. عن جد بكالوريا؟ نحن بتغلطان، انا مو بكالوريا، انا بدرس ابتدائي فصل اول. اوكي تعالي. صحيح اللي سمعناه؟ شو مخبي علينا حبيبتي؟ الا ما حذرتي شو بكالوريا. بتعرفي بنتي اجت الاولى على البلد، انت كبرتي صح، بكالوريا الوضع اختلف، الكيمياء السنة الماضية اجت صعبة 60% ما نجحوا، فكيف انت رح تنجحي؟ صعبة صعبة ما في اي امل، بس تقلك ممكن تنجحي اذا اجتهدتي. بس لا 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 صعبة صعبة، بحسن لك انك انت تبطلي وبتروحي تشتغلي رقاصة لانك منك ناجحة. اذا قبلتي هدول الناس خذي شنطك ورن بيبي رن رن. الساعات الخصوصية يما يما يا عنيا. حدا بس يقنعني انه ليه بتدرسوا عند 10 أساتذة للمادة الواحدة؟ ليه؟ مفكر انك هيك بتنجح وبتجي الاول وبتصير البرتو؟ نو no. بيربحوا من وراكم مصاري بس، شو خصو فيك اصلا عم يشوفك مبلغ مادي تجيه كل يوم في الشهر؟ ما كامل احتراماتي اكيد للأساتذة الشرفاء. ادرس عند واحد بس ولا تشتت ابدا تفكير. لانه طريقة انك تدرس عند مليون استاذ بتضيع لك مصاريك بتضيع لك وقتك وتشتت لك تفكيرك، وما ربحنا والو والو وما ربحنا والو والو وما ربحتي والو والو والو. وعلى فكرة هاي نصائح فروكة تجاوزت البكالوريا من عهد التسعينات. نو بيبي انا اصلا مولودة في التسعينات، الجيل الذهبي. جيل الايباد موتوا بغيبكم. وات اللي يحضروا هذا الفيديو المفروض انهم جيل الايباد جيل الالفينات. انا قلبي دالي
بس دفع دخنا وهيك بليز. التجاهل يا ماما احيانا بيوديني في 60 داهيه. ليش تتكبر وتشوف حالك يا بيبي؟ اوكي خليني اوضح لكم هاي النقطه. خليني احكي عن التخصصات العلميه لانه بصراحه ما عندي كتير فكره عن التخصصات الثانيه، لكن راح اوضح لكم الفكره وانتم قيسوا على تخصصاتكم. دائما ما نجهل المواد زي الفرنسيه الانجليزيه العربيه، اي المواد اللي ضاربها بتكون قليل عنا في تخصصنا، لكن احنا مو فاهمين فكره انه هي المواد اللي تخلينا نتميز. اذا انتم اكيد بدكم تتفوقوا في البكالوريا مو بس انكم تاخذوا المعدل العادي، لانه ما لازم ننسى انه الباك هي اللي تحدد مستقبلنا المهني والعملي في المستقبل. فلهيك حاولوا دائما انكم تلاقوا وقت لهي المواد، لانه ما كتير عالم بتركز معها، وبالتالي هي اللي بتخليك تتفوق وتتميز عن غيرك. رح اسهر الصبح احسوي كل شيء، انا باك انا باك 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 باك. ما تسهر واستمتع، لانه الباك ما بتعني ابدا الانعزال عن الحياه. ليش مفكرينها انه كهف؟ ادرس بنظام ورح نحكي فيها بعدين نقطة التنظيم، لكن في نفس الوقت استمتع بحياتك، غير جو يا اخي، روح انبسط. بس مهما كان لا تخلي وقت مذاكرتك يفوت منتصف الليل، لانه الخلايا هي بتقولنا باي باي انا تعبت بيبي لازم اروح ارتاح. لمخيخنا الكتكوت هذا طاقة تحمل، وكل الساعات اللي بندرسها بعد هذا الوقت هي اهدار لخلايا عقلك، غير عن انه ضيع الوقت والتعب زيادة للجسم. ومربحنا والو والو ونسيتي كل شيء كل شيء، ومربحتي والو والو ونسيتي كل شيء. لازم اصير ذكية، ما عديته للغسيل ما فيش ذكاء مستحيل. كتير عالم عم تستعمل الحشيش للدراسة، بس هذا يكون من نوع تاني، يعني مو الحشيش الحشيش بالمصطلح العامي تبعنا، عبارة عن حبوب هلوسة. احنا بنفكر انه هاي الحبوب رح تفيدنا ورح تزيد من ذكاء او رح تنشطنا او ما بعرف كيف، لكن الحقيقة ما فيش اي دواء ممكن يفيدك اذا ما في عزيمة، لا قهوة لا دواء لا مشروب سحري. ما فيش يا ماما ما فيش. لا تهلس ولا تسمع لي كلام فلانة وفلتانة، اذا عن جد في قوة داخلية هون من قلبك بدك تنجح وبدك توصل، اذا في عن جد عزيمة وارادة راح توصل وراح تضلك صاحي وراح تدرس. بس اذا حبيتوا هيك شيء طبيعي وناتورال ممكن ينشطكم، في عنا عصير البرتقال، في عنا التفاح، في عنا الخس، في عنا الزبيب، وفي عنا التمر. بس اذا انتو حبيتوا دواء، انا جربت دواء وهذا الشيء بقوله انا على ضمانتي، بس برجع كمان وبعيدة، انا ما بنصح ابدا باستعمال الادوية. بتذكر انه هذا الدواء مصنوع من الاعشاب الطبيعية وفيتامينات وهيك، اسمه الفيتيل، راح احط لكم هون صورته. بصراحة هذا الدواء كان كتير بينشطني هيك، بيعطيني نشاط، كنت بستعمل معاه كمان عصير البرتقال. فيكم تجربوا هذا الدواء، روحوا للصيدلي واسألوه اذا هل هو مناسب لكم او لا، شوفوا كمان شو ممكن تكون العوارض الجانبية وكل هذا الشيء. وبرجع وبعيدة، انا ما بنصح ابدا انكم تاخذوا ادوية، لانه القوة الحقيقية مش في العوامل الخارجية، القوة الحقيقية موجودة في كل حدا فينا، في داخله، في قوته الداخلية، في ايمانه بحاله، في ارادته والعزيمة. عزيمتنا البشرية هي اللي احنا ممكن نستهين بها، فيها تصنع من المستحيل شيء ممكن. فابدا لا تستهينوا بهاي القوة العظيمة اللي جوات كل حدا فيكم. الانضباط يا ماما، المذاكرة كل يوم هي زي التنفس، زي الاكل، زي شرب المي بالنسبة لسنوات البكالوريا. بكل اختصار سر التفوق انكم ما تخلوا اي شيء يتراكم عليكم وعلى طول بتراجعوه وتذاكروه. اما بالنسبة للتنظيم ما فيني اعطيكم جدول او اي شيء، لانه مش الطريقة اللي انا برتاح فيها رح ترتاح فيها انت. انا على سبيل المثال الطريقة اللي ارتحت فيها انه باجي لكل يوم بقول رح ادرس هاي المادة وهاي المادة وهاي المادة، يعني باجي ليومي بقسم شو رح ذاكر في هذاك اليوم. اما انه اروح واقسم الساعة الفلانية شو رح ادرس واللي بعدها شو رح ادرس، بصراحة ابدا ما نفعت معي هاي الطريقة. فشوفوا انتوا الطريقة اللي ترتاحوا فيها، مثلا بتقولوا الصباح رح ادرس رياضيات، المساء مثلا رح ادرس فرنسية، يعني حسب انتوا الطريقة اللي ترتاحوا فيها امشوا عليها واموركم مية مية. هلا راح نحكي على جماعة اسبري كونكور، اكيد قابلتوا منهم كتير. اسبري كونكور هي عقلية المناظرة او المسابقة، هدول العالم اللي بيجوا يفشلوا غيرهم او بيخفوا المعلومة، ما يشاركوا العلم، بس هيك بينشروا الطاقة السلبية بس. يعني فهمتوا شو مقصود من كلامي؟ هدول الجماعة ايمانهم وعقيدتهم ومذهبهم انهم اذا اخفوا العلم رح يتفوقوا، اذا نشروا الطاقة السلبية ما بين زملائهم رح يتفوقوا، اذا اخفوا اكزرسايز، اذا كذبوا قالوا ما ندرس ساعات خصوصية، هدول عندهم خلاص كسبوا الجنة، اي كسبوا التفوق في سنتهم الدراسية. القمة تتسع للجميع، ما بعرف ليش هدول العالم بيسووا هيك، بس حابة لكم انه القمة تتسع لكل العالم، تتسع لإلي لإلك لغيرنا لكل العالم. الفاصل والحاجز بس عن هذا الشيء هو انت.
العلم مشاركة مو بخل وخبث ومشاعر سلبية. إذا ساعدت حدا الله بيساعدك ويوفر لك الظروف المناسبة للنجاح. إذا عطيت لحدا إكزرسايز أنت درستهم في الساعة الخصوصية بيجي هو كمان بيعطيك إكزرسايز هو درسه في الساعة الخصوصية الثانية المختلفة عنك، وهيك بيصير فايدة للطرفين. ساعدوا بعض وحبوا بعض، هاي مناظرة وطنية مو مقتصرة أبدا على فصلك، رح تمتحن مع كل المعاهد الموجودة في بلدك. الباك خدعة وكذبة، عام كتير سهل كتير بسيط، استمتعوا فيه، مليان ذكريات مليان تجارب، وصدقوني هذا الكلام اللي حكيته رح تقفوا عليه بآخر السنة. لا تصدقوا التهويلات ولا تركضوا مع الطيار، الثقة بالنفس كتير مطلوبة. ما في أي وصفة سحرية للنجاح غير الانضباط، بكفي ما سألتوا عالم وبكفي ما حضرتوا فيديوز على اليوتيوب. اتكلوا على الله واجتهدوا والنجاح حليفكم. تعبة بندرس كثير، الأساتذة وحشين، الباك صعبة، نبطل دور الضحية ونركز. ما نجحت مو لأنك غبي، لأنك ببساطة ما ذكرت أو طريقتك في المذاكرة كانت خاطئة، ونجحت لأنك ذاكرت واجتهدت. برافو بيبي. ولا تصدقولي أبدا هدوك الجماعة اللي بيجي بيقولوا لكم أنا ما ذكرت أبدا في البكالوريا ونجحت بتفوق. هاي حدا كذبة إبريل ما بتزبط. ما فينا أبدا نغير إنه واحد مع واحد يساوي اثنين، نفس الشيء، نجحت ذكرت. ما في شخص ذكي وما في شخص غبي، هدول كذبة كذبتها المجتمع واحنا صدقناها. هذا اللي عندك كفيل انه يحتل العالم ويغير مجرى كوكب الارض. انت اذكى مخلوق اجى على كوكب الارض، وما رح يجي مخلوق اذكى منك ابدا. استغل الابداع الالهي اللي فيك، وقوي لي قلبك وامن بحالك. خلي شعارك وعقيدتك لا ارى لا اسمع. سكر ودانك وعيونك عن كل طاقة سلبية. امتحان الباك يمتحن كل العالم وجميع المستويات، سووه للطالب المتفوق زي للطالب العادي، بمعنى بشوي اجتهاد نجاحك مضمون 100%. يعني الأسئلة اللي راح تجي في الامتحان منا أسئلة خيالية، أسئلة أي طالب عادي يقدر يجاوب عليها. وبس جايز، هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تبعنا. بتمنى انه هاي السلسلة افادتكم، وهيك بنكون خلصنا هاي السلسلة. كتير استمتعت وانا عم صور هاي السلسلة، بتمنى انكم انتو كمان استمتعتوا، وانتظروا ان شاء الله الفيديو اللي بينزل في ديسمبر، رح فرجيكم كيف ممكن نسوي ملخصات للسمستر كامل، وهيك انتو لما يعطوكم عطلة الشتاء فيكم تستغلوها احسن استغلال. اذا انت بتدرس بكالوريا انشر هذا الفيديو مع اصدقائك اللي بيدرسوا كمان بكالوريا، اذا انت بتعرف حدا بيدرس بكالوريا ارسلوا هذا الفيديو كمان، ولا تنسوا انكم تتابعوني على الانستغرام مشان نسوي الQ&A. ديروا بالكم حالكم وأحلامكم وقلوبكم، نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم. أرمونيا بيبي، سلامات يا هواء، سلامة.